السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج ارقي نفسك. حلقة اليوم بعنوان عقيدة المسلم في السحر والحسد، ونشرف بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد المهدي. مرحبا شيخنا. مرحبا وبارك الله فيك. الله يحفظك شيخنا ويرفع قدرك ويبارك في حضرتك. جزاك الله عنا خير، ربنا يبارك في حضرتك. علمنا وإياك. الله يحفظك شيخنا. لا يخفى على شريف علم حضرتك شيخنا، في هذه الأيام كثر الكلام عن السحر والحسد والقرين والمس. فنريد أن نوضح للسادة المشاهدين عقيدة المسلم في السحر والحسد. تفضل شيخنا. الحمد لله ربي وإلهي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لأنه لا ند له ولا كفء له ولا مثيل له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، شيخنا، لا يخفى على المشاهدين الكرام أن الاعتقاد هو الذي ينطبق عليه القلب ويجتمع عليه القلب، ولا يجوز لمؤمن أن يعتقد خلافه. فعقيدة المؤمن والمسلم في السحر والحسد، أول شيء فيها أن يعتقد اعتقادا جازما يقينيا أنه لا يقع في أرض الله إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى، ولا يقع للخلق جميعا شيء صغر أم كبر إلا بإذن الله سبحانه. وهذا ما جاءت به آيات كثيرة جدا وأحاديث كثيرة جدا تثبت عقيدة أهل السنة والجماعة التي خالفها غيرهم من الفرق الأخرى التي اعتقدت مؤثرا مع الله، واعتقدت بأن هناك من يقوم بأعمال فتنجح وتفلح من غير أن يأذن الله عز وجل لها وأن يريدها. فلذلك ينبغي في هذه الحلقة أن نؤكد أن عقيدة المؤمن في الحسد والسحر أنه لا يقع إلا بإذن الله، يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء أيا كان قدره شيخنا. يعني بعض الناس يقول لك أنا أحافظ على الصلوات والأذكار وورد القرآن، وقد يكون هو من أهل الدين ومن أهل الدعوة ويقع عليه هذا الأمر بقدر الله، هو يعترض يقول أنا بصلي وصوم وأقول أذكاري وأقرأ وردي من القرآن، هل هذا يمنع شيخنا؟ هل هذا السبب يمنع وقوع السحر؟ لا يمنع وقوع السحر. نعم. لأن الله تبارك وتعالى إنما جعل الأمر في النبي عليه الصلاة والسلام مثالا عظيما. نعم. وهو أفضل الخلق وصاحب المرتبة العلية، ومع ذلك وقع له كما في الصحيح من سحر صلى الله وسلم وبارك عليه، وهو المعصوم صلى الله وسلم وبارك عليه. ولازلنا نرى في حياتنا كل من يصاب بهذا الأمر من المسلمين والمؤمنين، ربما تجده صاحب قرآن، ربما تجده صاحب عبادة. هكذا ينبغي للمؤمن أن يعتقد أن صلاحه في نفسه لا يرد قدر الله فيه. سبحان الله. صلاحه في نفسه لا يرد قدر الله فيه، وهذا ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فإنما قد وقع الحسد فيهم، ووقع السحر فيهم، ووقع غير ذلك من الأشياء التي ذكرها أهل العلم عنهم وفي سيرهم، فكانوا يؤمنون بالقدر. وكما قال ابن عباس: القدر نظام التوحيد. فلن نستطيع أن نجعل التأثير كله لله في كل ما يقع للناس إلا أن نؤمن بالقدر. فكل مسائل التوحيد تنتظم كالخيط في القدر إذا آمنا به حق الإيمان، وأن كل شيء يقع بقدر الله سبحانه. نعم. طب شيخنا، حديث المرأة السوداء، هذا الحديث المشهور: وكانت المرأة فقيها فاختارت الصبر عندما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، أصبري ولك الجنة، فاختارت الصبر. كثيرا من الناس يفزع إلى السحرة والمشعوذين والدجالين ويصاب الإحباط إن أصيب بالسحر أو الحسد، ماذا نقول هؤلاء شيخ؟ نقول كما قال الله: إن الإنسان خلق هلوعا. نعم. هذا من الهلع الشديد الذي يقع لغير ثابت الإيمان ولغير راسخ الإيمان. نعم. ولغير قوي الاعتقاد في دينه الذي هو أعظم الأديان. حين يقع هذا إنما يقع الإنسان في الهلع. نعم. فيهرع سريعا إلى كل سبب يظن أنه سينفعه، ولن ينفعه إلا شرع الله الذي شرعه لنا نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه. ولذلك هذه فرصة أن نقول: ينبغي على المؤمن في اعتقاده أن يجمع بين القدر والشرع. نعم. يؤمن بقضاء الله وقدره. نعم. وأنه لا مراد لقضاء الله وقدره، وأن ما يصيبك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم. وأن يؤمن أن الله جعل لكل أمر يصاب به أمرا شرعيا يعالجه ويرفعه. نعم. ف
فالشرع يكمل القدر. نعم. ولا تقبل الشريعة إلا بالمعتقد. ولا تقبل الشريعة إلا بالمعتقد. لا نعم. شك يعني نحن في هذه الحلقة نؤسس للجمع بين الأمرين، الاعتقاد والشرع، الجمع بين القدر والشرع. نعم. فلذلك يعني أساء من قال أنا أصلي وأقرأ القرآن. نعم. وأتحصن بالأذكار ثم أصاب مثل هذه الأمور، السحر والحسد. نعم. وما إلى ذلك، نقول له لأنك ربما قصرت في الأسباب الشرعية. نعم. لأنك ربما وكل قلبك واعتمد على الأسباب حتى لو كانت شرعية. نعم. كما ذكرت لي قصة المرأة التي نعم. ذكرت أنها تقرأ البقرة 3 مرات وتفعل وتفعل ومع ذلك 10 مرات. والله شيخ تقرأ البقرة 10 مرات. 10 مرات وتتعلق بالسبب. يعني هذه حقيقة. نعم. وقعت وإن كان سببا شرعيا. نعم. إلا أنها ظلت في قلبها أنها عليها الاعتماد، ينقصها المعتقد. المعتقد. نعم. وعلى المؤمن أن يحذر من دخول الأسباب إلى القلب. نعم. ألا يتعلق بالسبب. ألا يتعلق أن بالسبب. المؤمن يتوكل ولا يرى السبب، وأن يأخذ بالأسباب في جوارحه كلها، وأن يأخذ بالأسباب على أعظم ما تكون عليه الأسباب. نعم. لكن يحذر أن تدخل الأسباب إلى قلبه فيعتمد عليها، كما استفهمت المرأة مستنكرة. نعم. أنا أفعل وأفعل ومع ذلك لا ليس عندي نتيجة. هي يعني ترى أن هي تقرأ لكن إزاي أصاب بالسحر، وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام شاء الله له ذلك مع كامل الشرح والاعتقاد أن هذا لم يقدح في النبوة ساعة واحدة، صلى الله عليه وسلم، وأن هذا أبدا لم يجر إلى ما يجر إليه ما نعلم ونرى من السحرة والمسحورين. نعم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام آمن بقضاء الله وقدره كما في نص البخاري ومسلم، فلازلت أدعو الله حتى استفتاني فيما. نعم. استفتيته. نعم. إذن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء هو من أقوى الأسباب التي ترفع البلاء، صلى الله عليه وسلم، حين يستغيث المؤمن بالله ويذل لله تبارك وتعالى ويتمسكن لربه ويسجد له كثيرا. نعم. فإنه ساعتها يأتيه الفرج ويرفع البلاء. هكذا هو السبب الشرعي الذي إذا علمه الله من القلب. نعم. رفع البلاء بفضله ومنه، وما أنزل الله البلاء إلا اختبارا وتهيئة. نعم. وتكفيرا. فالفوائد عظيمة جدا جدا في البلاءات. نعم. ما ابتلاك إلا ليقربك، هذه قاعدة صحيح. نعم. وما ابتلاك إلا ليرفعك. نعم. وما ابتلاك إلا ليمحصك. نعم. كل هذا في كتاب الله تعالى. شيخنا إذن السحر موجود وله شك. أثر بقدر الله عز وجل. لا بعض شك. الناس ينكرون السحر كيف، والآيات صريحة محكمة. نعم. نعم. آيات صريحة محكمة أقواها. نعم. آية البقرة. نعم. تشرح القضية تفصيلا في قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. نعم. والغريب في مسألة سحر النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. التي روت الحديث في الصحيحين هي أمنا عائشة رضي. نعم. الله عنها رضي وهي الله المعلمة رضي الله عنها التي كانت عندها علم عظيم وتعلم منها الصحابة وتعلم منها غيرهم من التابعين. مرة قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم البناء للإيل المفعول. نعم. سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يسمى لبيد بن الأعصم، أي سحره اليهودي، أي سحره اليهودي. نعم. هذا. نعم. ومرة بنت الفعل المجهول فقالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلماء اللغة إذا كانت استعملت لفظة السحر فلا يجوز لأحد أن يصرفه عن وجهه أبدا. نعم. والحديث صح إسنادا والحديث صح متنا. نعم. لكن ينبغي لنا أن نقف عند الفهم الصحيح لأهل العلم والشراح. نعم. حتى يرتفع الإيهام فوقع للنبي عليه الصلاة والسلام وهو واقع وهو حاصل، وآيات القرآن في قصة موسى عليه السلام على نبينا بينا عليه نبينا الصلاة والسلام بينا في أنه رضي الله في أنه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام جاء بالسحر لبني إسرائيل، جاء بالعصا التي هي. نعم. تضاد سحر بني إسرائيل من. نعم. السحرة. نعم. ونصره الله تبارك وتعالى وكان من الغالبين عليهم. فالآيات كثيرة جدا تثبت. نعم. القضية. جزاك الله خيرا شيخ. شيخنا عايزين نوضح للناس دور الجن أو الشيطان في الاستحاضة، استحاضة عند النساء، ولا يخفى على شريف علم حضرتك أن كثرة الشكوى من السحر والحسد هي من النساء، وبعض أهل العلم يقول أن النساء أرض خصبة للشيطان على أساس التفكير بالعاطفة والحيض والنفاس والبعد يعني عن العبادة بمشقة الأولاد وانصرافها إلى تربية الأولاد وهذا الكلام. دور الجن يا شيخنا الشيطان في مسألة الاستحاضة وكيف تحصن المرأة نفسها؟ دور الجن في الاستحاضة هو كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم أن العرق الذي يقع منه الاستحاضة إنما قد يكون ذلك من لمسات الشيطان التي هي همزاته كما. نعم. قال الله تعالى يعلمنا الدعاء وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فلا شك أن الجن مما لا نراها من المخلوقات كما قال الله تعالى إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. نعم. وزادنا النبي عليه الصلاة والسلام وعيا
وإنقاذ منهم، فقال ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن. بسم الله بسم الله. فقد تغفل المرأة ويغفل الرجل كذلك عن البسملة، فيقع مثل هذه اللمسات أو هذه الهمزات كما ذكرت الآيات، وأنا أقف عند الآيات حتى لا نقع في اختلاف بين جماهير المشاهدين. هذه اللمسات قد توقع المرأة في استحاضة وسيلان الدم بصورة غزيرة وشديدة. وعدم انتظام الحيض يا شيخنا لا يخفى على شريف لا شك طبعا يقع لكثير من النساء. فعلى المرأة أن تعي أن هناك قوة أرادها الله خفية لا نراها، نعم، لا مفر منها ولا حصن منها إلا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. وأريد أن أذكر بأن ترك اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام يؤدي إلى فشل كثير، هلاك وفشل، نعم، لا شك، نعم، فشل حقيقي كما في آيات سورة الأنفال، نعم، وآيات سورة آل عمران، نعم، يحصل فشل حقيقي. فعلى المرأة والرجل من المسلمين والمؤمنين، نعم، أن يعي ليله ونهاره وأن يتمسك بالأذكار النبوية المعلمة مع كامل تحقيق التوحيد الذي هو أصل لنجاح هذه الأذكار وتلك الأوراد المعلمة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لأنه لا يخفى على حضرتك أن قضية الشرك منها في الأمة ما يقع ما هو خفي وما هو أخفى من دبيب النمل، فتقع الأذكار كأنها لم تكن. وهذا ما يجعل الأخت التي اتصلت أو كلمتك تقول أقرأ البقرة 3 مرات ومع 10 مرات في اليوم، ومع ذلك لا يقع لي أثر، لأن هناك تعلق بالسبب، تعلق بالأسباب، وهذا قدح في التوحيد. لأن هناك شركيات كثيرة، وهناك ما يقع في الأمة من تعلق بعضهم ببعض خاصة في الشفاء والنصر والرزق. إذن يا شيخنا من ثمرات تحقيق التوحيد الحصد من الجن والشياطين والابتلاءات عموما. والله لن يسلم أحدنا إلا بهذه تحقيق التوحيد، نعم، لن يسلم من خفي الأعداء ولن يسلم من ظاهر الأعداء إلا بتحقيق التوحيد. شيخنا معلش ممكن نشرح للسادة المشاهدين كيف يحقق المسلم توحيده، بماذا يحقق؟ لا شك أن القضية طبعا أوسع من أن تقال في جلسة، نعم، لكن لعل، نعم، الله يعني بأسلوب يجمع لنا عند قوله تعالى فاعلم أنه، نعم، لا إله إلا الله، يثبت فقط قضية تحقيق التوحيد، نعم، لا يكفي للمؤمن أن يقول بلسانه لا إله إلا الله، نعم، فإنها كلمة قالها المنافقون ولم تغني عنهم شيء، وقالها بعض المدعين ولم تغني عنهم شيء، ويبقى أن هذه الكلمة لن تجد لها أثرا إلا أن تحققها بالعلم النافع عن النبي عليه الصلاة والسلام فاعلم. فلذلك قوله فاعلم أي فتعلم أنه لا إله إلا الله، أي ينبغي للمؤمن أن يتعلم هذه الكلمة وأن يتعلم شرحها وأن يتعلم مقتضياتها في الواقع، وأن يتعلم كيف يتحرك بها حتى يسلم بهذه الكلمة العظيمة في الدنيا والآخرة، نعم، نعم، يسلم في الدنيا، نعم، والآخرة. شيخنا من ضمن الحاجات اللي هي كثرة فيها الكلام منذ فترة طويلة مسألة القرين، وبعض الناس يرى أو بعض الرقاء أو المعالجين يرى أن القرين يتعامل مع السحرة، وهذا الكلام يبث في الناس الإحباط، بما أن القرين هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم موكل ابن آدم قرين من الجن وقرين من الملائكة، إذن هذا القرين الشيطان ملازم المرء حتى الموت. عندما يأتي بعض الناس ويقول أن القرين يتعامل مع السحرة هذا يصاب الناس بالإحباط، لماذا؟ لأنه عارف أن القرين موجود إلى آخر الحياة. طب إذا كان القرين هذا يتعامل مع السحرة لماذا يتعاون الشياطين مع السحرة ويعلمون الناس السحر ويسجد بعضهم والعياذ بالله أو يعبد بعضهم الشياطين والجن؟ إذن مسألة القرين يا شيخنا محتاجين فيها توضيح، بما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. بعض الناس أمط الأمر كثيرا إن القرين هو الذي يصيب الإنسان بالسحر والحسد وهو الذي يتعامل مع الساحر ويصيب المرأة بالإسقاط ويصيب البنت بعدم الزواج بقدر الله، فأستسمح حضرتك نوضح الأمر يا شيخنا بعد إذن حضرتك. يعني أنا بس أعلق على قضية أن زمانك الذي نحياه إنما فيه مبالغات كثيرة جدا، نعم، طبيعة العصر، نعم، الذي نحياه فيه مبالغات كثيرة، نعم، وهناك خلط عندما يتجه الناس إلى غير المتخصصين ومن ليس لهم علم بالمسألة، فيخلط ما بين القرين وبين فعل الشياطين، نعم، وفرق كبير جدا بين القرين، نعم، الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم كما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، وله أسلحة محددة منها، نعم، الإغواء ومنها الإضلال ومنها الوسوسة، نعم، ومنها الهمز ومنها النفس ومنها غير ذلك مما ذكر القرآن والسنة النبوية، نعم، على صاحبها الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. لكن لا يتسع الأمر إلى درجة أنه يتعاون مع السحرة، نعم، فينفذ تعليماته، نعم، ويسقط الأجنة بقدر الله ويصد الزوج عن زوجته. شيخنا الأمر اتسع جدا توسعة جداً شديدة جداً ليس عليها دليل وليس لها واقع، نعم، ولا يغفل عليك أن
أعلم أن لك تعلق بالمعالجات والرقى، نعم. ولا يجد أبدا الإنسان أبدا هذه المشاركة من القرين، ولا يجد أبدا هذا الأمر، بل هذا له حده الذي حده الله له لا يتعداه، وهذا له حده الذي حده الله له لا يتعداه. وأنا أريد هنا أن أقف على طمأنينة كبيرة جدا للمشاهد الكريم، ينبغي لنا أن نعلم أنه لا يتحكم في أي شيء إلا الله سبحانه وبحمده، ولا يجوز أن نعتقد أبدا كمسلمين ومؤمنين أن الأمور مفتوحة لأي أحد أن يفعل ما شاء في أي وقت شاء، بل إن الأمور كلها عند الله بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، فلن يتحرك متحرك ولن يسكن ساكن إلا بقدر الله، فالقرين له حده لا يتجاوزه، ومنه الوسوسة، وكذلك الساحر والسحرة والشياطين الذين يستعملون في السحر له حدهم لا يتجاوزونه. نعم. ينبغي أن نقف على هذا بشكل نصيحة شيخنا لمن يذهبون إلى السحرة والدجالين، وللأسف نرى في هذا الزمان بعض الناس الذين يتصدرون الدعوة، يعني امرأة عندنا في مدينة الشيخ زايد أسأل الله يهديها ويهدي كل المسلمين أجمعين، تتعامل بالسحر، وعندما يعني سئلت عن هذا قالت أنا لا أذي أحد، أي لم تنكر، وهي تعلم الناس التجويد وتعلم الناس قراءة القرآن، ولم تنكر أنها تتعامل بالسحر، والعياذ بالله. نسأل الله الستر والعافية. نصيحة شيخنا ربنا يبارك في حضرتك. نصيحة في حدود القصة التي ذكرتها، ينبغي على أهل الإيمان ألا يتعجلوا، وألا يفتنوا، وأن يقفوا عند حدهم، فإن الله تبارك وتعالى حد حدودا هي شريعته سبحانه، فحرم السحر والذهاب إلى السحر وجعل ذلك كفرا، وينبغي للمؤمن ألا يتعجل الأسباب غير الشرعية فيذهب هنا وهناك، ولا يحمله طلب الشفاء على أن يتجه إلى غير مولاه، وإن النبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا في هذا الدين آيات عظيمة جدا جدا في الشفاء، لكن شريط تحقيق التوحيد وفهم ما يقال وإقامة المعاني في القلب، نعم. فهذا هو شرط الشفاء الذي يجعل كثير من الناس لا يثبت على هذه الطريقة النبوية المعلمة، نعم. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقف بالمعوذتين، نعم. وهما سورتين كريمتين على الله تبارك وتعالى، نعم. لكن هذا الراقي فهذا هي العبرة بقوة الراقي كما يقول العلماء، هذا السيف والعبرة بضاربه، نعم. فلا إن أعطيت طفلا صغيرا سيفا فلن يستطيع أن يقطع به شيء، نعم. إن أعطيته رجلا فتيا قويا قطع، نعم. به، فلا شك إن القرآن موجود وهو شفاء للمؤمنين في هذه الحالات جميعها سحر أو حسد أو ما إلى ذلك، لكن العبرة بما عمر القلب من الإيمان، معتقد المعتقد وثباته وصلاحه، سواء كان للراقي أو الإنسان، أو الإنسان الذي يتلقى، نعم. لكن يحذر كل مؤمن أن يتعجل الأسباب من غير وجهها، نعم. أو أن يعتقد فيها، نعم. من تعجل شيء قبل أواني عوقب بحرمان، لا شك، نعم. ويقع في تسلسل، نعم. من الأوهام، نعم. لأن هذا الباب مليان أوهام كثيرة جدا جدا، نعم. لا يبذل الناس فيه إلا الجهد غير النافع، ويبذلون أموالهم أحيانا وهي غير أيضا تأتي لهم بشيء، فلا شك أنه سيخرج صفر اليدين، نعم. يعني مفلس، نعم. ولن يحقق شيء، لما الأسباب النبوية على النبي صاحبها الصلاة والسلام فهي قاطعة التنفيذ وقاطعة الأثر، نعم. لو أنها لاقت قلبا سليما يستطيع أن يحقق الإيمان والتوحيد حق الإيه؟ حق التحقيق يعني. نعم. شيخنا، دور الأذان وقراءة سورة البقرة في طرد الشياطين من البيوت. الأذان ورد الحديث صحيحا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان إذا سمع الأذان ابتعد كما بين مكة والمدينة، أو كما، نعم. قال عليه الصلاة والسلام أن الشيطان ينفر ينفر لا، نعم. شك، ومن معه ومن على شاكلته، نعم. ويذهب، ولا شك أنه ثبت أيضا أن هناك شيطان المؤمن نحيف ضعيف هزيل، وشيطان المنافق أو الفاجر، نعم. أو من لا وعي له بهذا الأمر إنما هو سمين، سمين. وله يعني إيه بنيان قوي وله وجهة شديدة، فسأل هذا ذاك وهذا ذاك، نعم. فأجابه بأن صاحبي يعني قرينه أو صاحبه من المؤمنين والمسلمين، نعم. إذا دخل بيته ذكر الله، وإذا أكل طعامه ذكر الله، وإذا بات على فراشه ذكر الله، فلم ينم ولم يأكل معه ولم، فكان حاله نحيفا هزيلا، نعم. وأما الآخر فذكر أن صاحبه يغفل عن أي ذكر ويغفل عن ذكر الله في الدخول والخروج، ولذلك كان من لوازم المؤمن أن يفهم قوله تعالى
وقل ربي في قوله تعالى في سورة الإسراء وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. فمن مدخل الصدق أن يذكر الله ومن مخرج الصدق أن يذكر الله تبارك وتعالى وأن لا يخرج إلا لأمر شرعي ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن هذا هو الأمان من أن يقع في مثل هذه الأمور. قراءة البقرة شيخنا، قراءة سورة البقرة ثابت الحديث فيها لا تستطيع على البطل يعني الصحراء وبركتها عظيمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أخذوها بركة، لكن أيضا تفتقر إلى توبة واستغفار شديد قبل قراءتها وفي أثناء قراءتها وبعدها وبعدها. فإن الحاصل كما قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يرهق الناس في قراءة كتاب الله تبارك وتعالى ولا يجدون ربما أثارا لأن الذنوب حملت على الأكتاف وتحتاج إلى توبة واستغفار بين يدي سورة البقرة وذل لله تبارك وتعالى وفهم للمعاني السورة الكريمة خاصة الخواتيمية وخاصة آية الكرسي، فإن هذا سيجعل الأمر نافعا جدا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حضرتك ذكرته آنفا أن البقرة أخذها بركة، بركة نكرة للعموم والشمول. إذن الناس الذين يقرؤون البقرة يقول لك أنا بقرأ البقرة ولا أشعر بأي تحسن، الأمر يزداد سوء، ماذا نقول لهؤلاء شيخ؟ نقول لهؤلاء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الرجل الذي سقاه عسلا كذبت بطن أخيك وصدق صدق الله صدق الله وصدق رسوله عليه الصلاة والسلام. سورة البقرة من أعظم سور القرآن، وسورة البقرة من أطول سور القرآن، وسورة البقرة فيها آية الكرسي وفيها خواتيم البقرة التي هي من كنوز تحت العرش. سورة البقرة سورة صادقة لمن صدق الله ومباركة لمن كان من أهل الإيمان. ينبغي أن نعلم أن العبرة في سورة البقرة بصدق الإيمان وصدق تاليها والذي أقام معانيها، فلا شك أن هذا ينبغي أن يرسخ عندنا في هذا العصر وهذا الزمان، إن مجرد القراءة لا يكفي إلا أن تحققها معنى وإقامة المعاني لها وإقامة حدودها وفهمها مع إيمان صحيح وتوحيد حققه العبد بصورة كاملة في قلبه. حضرتك ممكن تنصح يعني حضرتك تقصد أن تنصح الذين يقرؤون البقرة يقرأها مثلا مع التفسير حتى يفهم ما يقرأ؟ لا يطلب التفسير، ولكن يطلب أن يكون القلب حاضرا وقت القراءة. فإن التفسير لا يستطيعه كل أحد من الناس. ولعل هذا السؤال مهم جدا، ربما ظن المشاهد الكريم أنني أطلب منه أن يراجع التفسير آية آية، لكن أن يكون القلب حاضرا في المجمل. في المجمل لا شك حضور القلب عند القراءة هو أمر كان التابعون والصحابة يختبرون قلوبهم عند القرآن. حين يقرأ أو يقرؤونهم يختبرون قلوبهم عند الآيات، القلب حاضر يتأثر بهذا الكتاب العزيز الذي قال الله فيه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، أما أن العبد يقرأ بلسانه فقط ويمرر الآيات بدون فهم وبدون توقف، فلا شك أن هذه علة العلل. حين نقرأ ولا تنفع القراءة فالأمر يدل على أن القلوب خاوية، نعوذ بالله. حضرتك تقصد خالية من التوحيد؟ خالية من التوحيد، خالية من الإيمان والتصديق بالآيات التي تقرأ، خالية من القيام المعاني بالقلب، خالية من إقامة حدود الله في حياتنا التي جاءت في سورة البقرة. فلا شك القضية بمجموعها لا أريد أبدا والله أن يعني أن أسقل على المشاهد الكريم، لكن هذا المدخل الوحيد لننتفع بكتاب الله. ولذا كان الله قال الله هدى للمتقين ليس هدى لأي أحد. سبحان الله شيخنا، بعض الناس الذين أصيبوا بالسحر كان هذا الابتلاء سبب في أنه يكون محفظ قرآن وحافظات قرآن ومعلمة عقيدة، سبحان الله. لأن الله ولي المؤمنين لا يتركهم أبدا ولا يدعهم للشياطين تتخطفهم، يجعل لهم من بلائهم فرجا ويجعل لهم من بلائهم أبوابا تفتح على الخير والهدى. الله ولينا سبحانه وتعالى، وليك يعني زي يكون ولي أمرك بالضبط، لا يضيعك أبدا. نعم الوكيل سبحانه. نعم قد يقسو عليك حتى تتعلم لكنه لا يضيعك، وليك أبدا. فالله ولينا. جزاك الله خير شيخنا، ربنا يبارك في حضرتك ويرفع قدرك، ربنا أسأل الله جل وعلا يخدمنا وإياك في مرضي يا رب. إن شاء الله شيخنا نكمل في حلقة القادمة، الموضوع ذو شجون ويعني يحتاج كثيرا من الحلقات، إن شاء الله نكمل في حلقة قادمة بإذن الله. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.